خلينا نقول من الفترة اللي حضرتك قضيتها في الوزارة على مدى سنوات طويلة، ممكن تقدر تقول لنا مين أنسب تولي الوزارة؟ أنسب دلوقتي؟ دلوقتي ولا سابقا؟ بتكلم عن سابقا؟ أنا بتكلم دلوقتي. لا انا رايي الوضع الثقافي دلوقتي، انا رايي اقول لحضرتك اذا كنت اتكلم عن دلوقتي، انا ارى ان من يقبل بهذه المهمه هو انتحاري. هو انتحاري بشكل حقيقي، لانه بص يعني انا اشتغلت برضو في ظرف مختلف، وده من زمان كلنا عارفين الادب ابن ظروفه. يعني انا كان فترتي، يعني انا زي ما قال الاستاذ محمد، انا كعب داير في هذه الوزاره، يعني موظفا او مسؤولا يعني. فكان عندنا امكانيات نعمل حاجات، وكان عندنا قدره ان احنا نعمل في الاتجاه المعاكس حتى فيما النظام مش عايزه وعملناه. ويعني الكلام ده دلوقتي فترته طولت ونقدر نتكلم بهدوء، ده اتعمل في حاجات كتير يعني. والدوله ممكن تبقى يعني مش عايزه تخش في معارك، تعمل نفسها مش شايفه، بس اتعمل في حاجات كتير. هامش كان بيكبر كل شويه في وسط ده كله. النهارده الانتحاري اللي ممكن يجي هيعمل ايه؟ اولا لا امكانيات حقيقيه عشان يقدر يشتغل، ولا صلاحيات تديله حق الشغل. يقول لك ده وزير النهارده، اي وزير خايف بكره الصبح يسيب الوزاره فيتحول للتحقيق فيروح في 60 داهيه، لمجرد انه كان شجاع وخد قرار. مجرد فقط انه كان شجاع، مش اكتر من كده. شجاع بالقانون، بس القانون لما تيجي تطوعه لحسابك يودي ناس في داهيه. لو تيجي تشتغل بيه بالحق يبقى سكه تانية. فانت كنت، احنا كنا بنشتغل، انا على الاقل هتكلم عن نفسي، في كل هذه المواقع وانا محمي الدوله نفسها. بمعنى عارف انت يعني الدوله فيها اتجاهات، ممكن اكون على يسار النظام بس النظام مش خايف مني، ما انا كمان ما بعملوش مشاكل يعني صادمه، لكن ممكن اعمل له مشاكل على لونج ران. فلما بيشوف الحكايه بتزيد بيعمل خناقه، لكن طول الوقت انت بتتعامل. ما هو ده برضو ذكاء القيادات، لابد ان يكون القيادات في ظل ظروف مقيده تكون بتتحرك بوعي سياسي. اي مسؤول في وزاره الثقافه، انا كان وزاره الثقافه، لا يملك وعي سياسي حقيقي هيبقى فاشل. لو مش قادر الخريطه السياسيه من فوق لتحت، سواء الخريطة السياسية تعني الاجتماع والثقافة والمسألة النفسية والظروف المجتمع كله على بعضه، فلما بياخد قرار لازم يكون عامل كده قرار كمبيوترايز، يعني يبقى انت شايف الحكاية كلها، بتاخد قرارك بناء على هذه المعلومات الدقيقة او على الاقل اللي انت حاسسها، فتقدر تعمل حاجة كويسة. النهاردة مفيش القدرة على ده. يعني انت الصبح لو اقول لك تعالى خد وزير ثقافة هتتردد غصب عنك. هبقى وزير ثقافه ليه؟ يعني النهارده وزاره ثقافه انا شخصيا شايف ان في حاجات، عارف اللي بيقول لك يعني ايه، لصمها خليها تعيش عشان ما تموتش.